لو الحكاية فيها إن فيتو. نحن الآن في مستشفى الطوارئ التي استقبلت أمس بعض الضحايا انفجار مديرية أمن الداخلية، ومعنا أحد المصابين. بنقول لك بداية الحمد لله على السلامة، احكي لنا حصل امبارح. عسكري بود خدمة وأنا قاعد في المديرية، أنا في الدور الرابع سواء مدير مباحث عسكري قاعد فوق كده، لأن قاعدين عادي وساعة 12 ونص يعني بعد نومنا وكده، لقيت المديرية بتقع فوق احنا عادي، لقيت انا وشي كله بجيب دم، ونزلت بالمنظر اللي انتوا شايفينه هناك دوان، وجينا على الطوارئ هنا يعني زمايلنا كلنا بتموتوا وبرضه مصابين اهو. في حد من زمايلك مات؟ في كتير بس انا ما اعرفش، انا زمان نايم كده ما طلعتش بره الاوضه، زمان نايم كده من تحت لفوق ما طلعتش بره، وانا سامع اللي في كتير ماتوا. ما لاحظتش حاجه قبلها بساعتين او بساعه، حاجه غريبه في المديريه او حاجه غريبه في الشارع؟ لا بصراحه ما لاحظتش اي حاجه. طيب تفتكر ليه مديرية أمن الداخلية هي الوحيدة اللي اتفجرت؟ والله الله أعلم، يعني في كتير بيتفجروا بس الله أعلم دي ينظم. طيب تفتكر مين اللي ورا التفجير دوت؟ أكيد الإخوان مش غيره. طب ومصلحتهم إيه؟ مصلحتهم إيه؟ الفساد. طيب لو قلت لك دلوقتي الشعب كله بيسمعك، وجه لهم رسالة، تحب تقول لهم إيه؟ عايزين بس الأمان، عايزين الأمان، احنا واقفين كده زي ما عشان نحميهم بس مش محمود. بقول لاي مواطن مصري لو شاف اخوانه في الشارع او شاف اي حته ما يسيبوش، يفرموا برجليه. ده هو بيحافظ على مصر، اصل مصر هي اللي معيشاه، اكله وشربه ونومه وشغله وكل حاجته في مصر هي اللي معيشاه. المفروض ما يشوف اي اخوان حتى كان راجل او ستة او اي حد. ما هو احنا اهو بنقف خدمة ونقف الساعة 6 والظهر والعصر في اي وقت، مفيش فايدة. في النهاية بنقول لك الحمد لله على السلامة، وربنا يرحم كل شهدائنا اللي بيضيعوا كل يوم. الحمد لله على السلامة. اصابتك ايه النهاردة؟ اصابتي دماغي متخيطة ورجلية ومتدمر يعني، بس الحمد لله يعني جت سليمة. انت كنت في الدور الكام؟ الدور الاول. الدور الاول يعني في عز الانفجار. احكي لنا بقى كنت بتعمل ايه وحصل ايه وحاسب بايه؟ انا كنت لسه مخلص خدمه ومسلم السلاح ومفيش حاجه، وشطفت وظبطت حاله وقاعد مع زمايلي ومفيش حاجه. جت الساعه 12 ونص كده ونمت، حتى اتصلت بابويا قبلها بنص ساعه كده ونمت. لقينا القنبله بقى ودمرت ودمرنا كلنا. بس هقول حاجه بس للشعب، اتفضل. طبعا اي واحد اخواني ما حدش يسيبه، انا عن نفسي انا مش هسيب حقي ولا حق زمايلي. لو هم بص لو في سبع ارض هجيبه، واي واحد اخواني يعني هطير رقبته يعني. خلاص انا خلاص كده، انا فاضل لي شهرين ميري، بس انا مش عاوز الشهرين دم خلاص. طبعا احنا مقدرين الحالة النفسية والضغوط اللي انت فيها، وطبعا احنا في دولة القانون، واتمنى ان القانون ياخد مجراه وان مرتكب الجريمة فعلا يجي ويتحاكم. انا شايف مفيش قانون، مفيش قانون خالص. العسكري بيداس بالجزمة عادي، الضابط بيدوسه بالجزمة عادي، يلبسه اي قضية، يبقى مضايق منك هلبسك في اي قضية، ارجعك دار قوات الامن، اسجنك. وهي كده بقى عسكري تاني يجي عادي، وحتة ورقة وسخة يجيب عسكري تاني عادي. احساسك ايه يا حاج وانت بتستقبل خبر ان ابنك احد المصابين في التفجير؟ والله ما حسيت الا ساعة ما الصبح قايم بفتح التلفزيون لقيت المشيط بتاعه بيقول لك انفجار في مديرية الامن، 12 ماتوا ومش عارف ايه كام واحد مصاب. فطلعت اجري جريت زي المهووس، مش عارف اروح فين ولا اجي منين. جيت جري هنا وقفت على البوابه، ما كانوش عايزين يدخلوني. واحد ابن حلال طلع يعرف محمد، راح واخدني قال له يا عم ده ابنه، ده ليه ابن فوق مصاب، راح مدخلني وطلعني فوق. هنا جيت لقيت صراحه حوالين الجماعه الممرضين والجماعه دول، صراحه يعني كان في رعايه صراحه. بس هو بيشتكي من رجله دلوقتي حاليا، وبيشتكي من رجله الشمال ديت. فاحنا برضو بنقول يعني ربنا ينتقم من كل اللي عمل حاجه، لان دول مسلمين، وحتى لو مسيحيين، مسلم او مسيحي كلنا واحد، ما ينفعش اللي حصل ده. وبعدين انا بقول لك ما فيش امن،
فين الامن دلوقتي؟ دي مديريه امن يعني المفروض يكون حوالي يعني يكون محصنه اكتر من كده. ومعنا الامين سلامه. الامين وائل عفوا، ممكن تحكي لنا ايه اللي حصل امبارح؟ مفيش والله، انا كنت شغال في المديريه، كان شغل يعني في السويتش المديريه، عامل سويتش يعني، بس وفجأة لقيت النور طفى والجو ضلم واللي حصل ده. الشهادات كلها اللي احنا عرفناها ان الحادث ما كانش متوقع خالص، وكان في تدابير امنية كبيرة ان ما يحصلش حادث زي كده، لان حصل قبل كده حادث وفشل. فليه حصل الحادث دوت المرة دي؟ انا ما اعرفش والله، انا جوه السويتش مش بره، انا خدمة جوه السويتش، مش خدمة بره في الشارع مثلا، عشان اعرف والله. حضرتك مصاب بايه؟ مفيش، جنب الشمال ده مش عارف احركه، بس وفي كدمات وفي حاجات. لو قلت لك انت بتتهم مين؟ انا ما بنتهمش حد، عشان برضه ما اعرفش برضه، انا الله اعلم برضه، انا جوه، انا خدمتي جوه الغرفه، فبرضه عشان ما اظلمش حد برضه انا جوه الغرفه. انا لو مثلا خدمه في الشارع اقول مثلا بتهم او شفت او عرفت. طيب حقك عند مين؟ مين اللي يجيب الحق ده؟ ربنا اللي يجيبه بقى. وبعد ربنا؟ ربنا برضه. ما انا ما، هل انت مثلا مش عندك قضاء يجيب حق؟ ما عندكش الفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الداخليه؟ ماشي. مين اللي انت حضرتك قلت عليهم دول؟ دول كلهم. لا كلهم. طيب لو قلت لك وجه رساله للشعب اللي بيسمعك دلوقتي، تحب تقول لهم ايه؟ اقول له ربنا ينتهي من اللي عمل كده بس وخلاص. في حد من اصدقاء حضرتك ماتوا؟ مش عارف والله، انا ساعه ما الغرفه جت على بعضها انا ما عرفتش، لقيت نفسي ما اعرفش بقى والله اللي جنب مين ولا مش جنب مين يعني بصراحه يعني، بس بيتهيألي يعني اللي جنب ان شاء الله موجودين. في واحد كان جنب امين الشرطه اسمه سامح، كان مصاب برضه جنب المستشفى هنا، بس مش عارف طلع ولا ما طلعش. وكان معايا واحد برضه زميلي فوق في بيطلع شغل فوق يعني الدور الثالث والرابع شغل يعني، اسمه برضه الامين ابراهيم، ده ان شاء الله موجود ده لان كلمني من شويه كده. ربنا يديك الصبر ويصبرنا على كل الشهداء اللي ماتوا، والحمد لله على سلامتك. احكي لنا انت كنت بتعمل ايه قبل الحادث والحادث جه، عملت انت ايه؟ الله يسلمك، الحمد لله على كده يا ربنا. مفيش، انا كنت قاعد في الدور الخامس في المكتب، بصيت لقيت النور قطع وانفجار شديد جدا، السقف وقع، انفجار شديد لدرجه ان هو طلع الدور الخامس، السقف الدور الخامس وقع كله. طلعنا نجري على سطح المديريه انا وزمايلي، وفي ناس زمايلنا قلنا من تحت خدونا على الموتوسيكل وجابونا هنا مستشفى الطوارئ. احكي لنا انت ما لاحظتش حاجه في الايام اللي فاتت او قبل الحادث بساعه؟ عربيات غريبه، اشخاص غريبه موجوده قدام المديريه؟ لا ما فيش اي حاجه، هي المديريه كانت متامنه كويس جدا، وفي وبيعملوا تامين حوالين المديريه والخدمات موجوده وتمام، واليوم كان طبيعي جدا. مش عارف تفتكر مين اللي ورا الحادث دوت؟ الله اعلم، ربنا ينتقم الظالم، ربنا ينتقم اللي بيعمل كده. طيب انا لو قلت لك حقك عند مين؟ كل الناس بتقول لي ربنا، بس اكيد ربنا حاطط حد في الدنيا ينفذ العدل، فمين اللي يجيب لك حقك؟ والله رئيس الجمهوريه ووزير الداخليه والشعب، يحطوا ايده في ايد بعض يبقى ايد واحده، هيقضي على كل ده. لو قلت لك الناس بتسمعك دلوقتي وانت امنيتك ايه؟ هتقول لهم ايه؟ والله ربنا يشفينا احنا وزمايلنا، وربنا يبعد عن مصر الاذى، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله. بتتمنى 2014 اللي احنا فاضل لنا ايام وندخل فيها، بتتمناها سنه عامله ازاي؟ ما تكونش زي السنين اللي فاتت، تكون احلى شويه، احلى من السنين اللي فاتت شويه. انا حضرت القنبلتين اللي حصلوا في المديريه الاولانيه، ودي كنت انا شغال في نفس اليوم. طيب ليه ما بقاش في تحصينات ضد التفجيرات ديت، خصوصا ان حصل قبل كده محاولتين وفشلوا؟ انا مش عارف، بعمل يعني الايام دي بيعملوا تامين للمديريه بالكامل وشغالين شغل كويس، مش عارف ايه اللي حصل يعني. الانفجار اللي فات كانت حاجه بسيطه يعني، ما وصلش للدور الخامس حتى ولا الدور الرابع،
الانفجار بتاع المرة دي وصل عدى البحر، وصل لمركز طلخة، وصل عدى البحر، وصل لواجهات الإزاز اللي في البر التالي من شدة الانفجار. حضرتك أخو أحد المصابين، احكي لنا أنت استقبلت الخبر إزاي؟ يا فيش، أنا كنت قاعد بسمع التلفزيون بالليل حوالي الساعة 1 على قناة التحرير، قالوا في انفجار في مديرية الأمن، فأنا عارف إن أخويا هناك نبطش في المديرية، فاتصلت عليه في التليفون، لقيت التليفون واحد تاني رد عليا قال لي لقيت التليفون ده في الشارع. فلبست بقى أي حاجة وجبت العربية وجيت ألف على المستشفيات بالليل، فروحت على مستشفى طلخ ما لقيتش حاجة، فجيت على الطوارئ لقيته نايم هنا في الطوارئ، فلقيت عاملين له 15 غرزة في دماغه وجسمه كله من ظهره في قطع إزاز مترشقة في ظهره، فبقى يطلعوا قطع الإزاز وخيطوا مكانها، فهو خد حوالي 40 غرزة. حراك لو قلت لك قعدوا حوالي 3 ساعات يخيطوا له في الجروح، وطلعناه تاني وقلعنا له هدومه لان لقى جروح تانية بتجيب دم في جسمه في دراعه جماع انحاء ظهره من ورا. وانت اخوك متقطع كده كنت عايز ساعتها تعمل ايه؟ انا كنت عايز انا نفسي بقى اللي يمسكوه يعدموه عشان يبقى عبره للناس كلها، اللي يعمل غلط يتعاقب في ساعتها على طول. لو قلت لك مين المفروض حقه في رقبه حق اخوك في رقبته، مين تناشد؟ مين اناشد؟ وزير الدفاع، وزير الداخليه اولا، لان هو المسؤول عن الامن، وزير الدفاع هم دول المسؤولين عن حفظ الامن في البلد وحفظ المواطنين. تفتكر 2014 هتبقى سنه احلى من 2013 ولا اوحش وهتبقى فيها كلها تفجيرات؟ ده على حسب بقى شغل الامن. المفروض الامن اللي يعمل غلطه يتعاقب عليه ويكون عبره على شاشة التلفزيون، عشان تاني مره اللي يعمل غلطه يفكر ان هو يعمل اي حاجه بعد كده. في النهايه بقول لك الحمد لله على سلامه اخو حضرتك، ونتمنى ان ربنا يصبر كل اهل الشهداء.